اليوم نتوقف في فقرة بلاغ للناس وموعظة جديدة بترفيت للمرشدة الدينية فضيلة الأستاذة فتيحة الحمودي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيثم المشاهدين، اسم المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترحب غزي ومكينة بالحلقة المباركة، حلقانة المباركة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنسي وركيوم ذي الحلقة شن الأحاديث نخضر ومثيد زي الأربعين النووية لأحاديث سورن الأخلاق، ونشين سن بأن الدين الإسلام نتا إجن الدين الأخلاق، الدين السلوك ذي المعاملات، وذي الغاية يا يسكت الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. إننا النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخلق إخفغان سيور نهارا انت ديجن خلق ذا مقران ديجن خلق ذا سبحان يوصن خاص النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق قناس ترك المسلم ما لا يعنيه. أمسلم الزينغ يخسو يشغرب ويخف الناس ذي من دي وذا سيروح الحردايس. إن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام بنادم الزينغ مش ذيري ذا سبحان مش ذيري سكوا ذي ثغال مرتبا للإحسان يخسى ويتيذف ذي من دي وذا سيروح الحردايس ويتيذف بويش بوقات نيوذان ويحط بو عباد الله. والإحسان انت ديج مرتبة تم قرانت غا الله سبحانه وتعالى. والمؤمن ذايس دي المرتبة يعني الإحسان يحط يخف الناس يخف الناس يسمى أن الله سبحانه وتعالى يتوارث يعبد الله سبحانه وتعالى أمس يتوارى وخوات يتوارى ولكن الله سبحانه وتعالى يتوارث ويسيور إلا من زي يغيكسي أرض الله سبحانه وتعالى بركي يسن أن الله سبحانه وتعالى يترياس يسن بأن الله سبحانه وتعالى يسن مرة من غاص ذكور. والنبي صلى الله عليه وسلم إنهاي نغح الفعلة أننا أنا في شبوقة نيوذان نغ أنحظى يوذان من زي ما نيغس العواقب تعفانين زي العواقب أنه الإنسان يضيار وقت نس ذي الهوى ونشي نسن بأن الوقت نتا ذيج نحاجة في غراية الطاس ذيج نحاجة نفيسة وغص بالمقابل مرث كثروح والتعقيب. والعمر للإنسان تذيج عمر محدود مش حما يعيش الإنسان العمر نس محدود. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 ذي النيني تعيش نقل ذي النيني تعيش نكتازي منايا ولكن في جميع الأحوال نتا العمر للإنسان يتيري محدود. العقبة الثانية أنه الإنسان يتفرط ذي الواجبات الناس ونيش غير نخف الناس ذي الحوايج والتهمان لا ذي الدين الناس لا ذي ثداث الناس فأكيد أنه معرض أنه ويتقبل واجبات الناس كما يجب. والعاقبة النغنى أنه تذيج عاقبة نفسية لأنه ني تذفن دي شبوقات وذي سيروح للحار ذي سنت يزمى أذي سر من وسيط عجيب الحار لأنه مش قال مثال من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. والعاقبة النغنية أنه نحطن عورات نيوذان يسنكد الله سبحانه وتعالى ويحطن عورات الناس. لذلك أيثما يسمع يخسنغ أنشغر يخف النغ زقخف النغ سي مصلحة النغ ذي الدين النغ ذي ثداث النغ ذي من دا نغ ينفعن وانشغر بو يخف النغ ذي من دي وذا نغ يروح الحال ذايس لأن مش ننا العمر النغ محدود والنفس النغ مراوت نشغير زي الحق شغرانغ زي الباطل. ونشي نخمين نقا أن الإنسان يخسى ويتيذف دي شبوقات نيوذان ويتيذف دي من دي وثيت همان ونقاش بأنه الإنسان يخسى خاسي بلع فده الناس وأذي هاجة المجتمع النجس أذي عيش وحدس. لا بالعكس الإسلام يخسانغ أنيري صالحين للمجتمع يخسانغ أني متعاونين مرا أمثنا غمسرم يحوج النصيحة نتنصحيث مرا شاني جن يتحواج معاونت نتعاونيث يشتين من غن نتاس جارس نصرخة نتصرحيثن
الإسلام يخسانا غن قمار الأنواع نرخى يخف النغ إذا عباد الله سبحانه وتعالى نتد الله سبحانه وتعالى أغان غيازق الأعمال الصالحة بالتوفيق مشى أنق الأعمال الصالحة وغنو يازق الإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتبعتم معنا أيها الكرام موعظة دينية بتاريفيت لفضيلة الأستاذة فتيحة الحمودي، وهي مرشدة دينية ضمن فقرة بلاغ للناس.